إن الدفن بالليل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في صحيح مسلم، قال إلا أن تضطروا إليه، فزجر عن الدفن ليلا وعلل بالضرورة. ولو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن بعض أصحابه في الليل، وكذلك بعض الصحابة دفن من دفن بالليل، فيقال إن الزجر عن الدفن بالليل إذا ترتب على ذلك أن يخل بواجب من الواجبات التي تجب علينا تجاه هذا الميت، وذلك كأن يستعجل في تغسيله أو في تكفينه أو في دفنه، جمعا بين الأدلة.